شو قاعد بتسوي انت هون؟ بندرس الاولاد الصغار. بتدرس الاولاد الصغار؟ طيب ليش ما بروحوا على المدرسه؟ ما في اساتذه وما في مدرسين، ما في شيء. ما في شيء. طيب انت اي صف عمو؟ سادس. صف سادس، ما شاء الله، الله يعطيك العافيه يا عمو. طيب هاي الكتب من وين جبتوها؟ من المدارس اللي انقصفت. من المدارس اللي انقصفت. مين قصف المدارس عمو؟ بشار. بشار. طيب انظروا ايها العالم الى ارادة الشعب السوري، ارادة اطفالنا، اطفال في طفلة في الصف السادس تقوم بتعليم الاطفال في الصف الاول او تقوم بتعليمهم وتدريسهم في هذه الغرفة المتواضعة التي لا يوجد فيها لا كهرباء ولا اي شيء يخدم تعليم هؤلاء الاطفال. طفلة في الصف السادس تقوم بتعليم الأطفال. كم لدرسك عمو؟ الله يقويك يا رب. سلوى. سلوى. لمى. لمى. رؤى. رؤى. أروى. أروى. سلوى. سلوى. لمى. لمى. رؤى. رؤى. أروى. أروى. وين ألف المقصورة؟ الله يعطيك العافية عمو، والله قويك، انت اصغر مدرسة بالعالم، الله يعطيك العافية.